بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة نشرح الدرس الأول في الوحدة الثالثة للصف الثاني الابتدائي. الديك الذكي، الديك الأحمر، كان يلتقط الحبة وحوله الدجاج والكتاكيت والبط والإوز. صاح الديك: هذا ذيل الثعلب، الثعلب المكار يقف خلف الدار، هيا صيحوا يا أصحاب. سمع الكلب صياح الطيور، قفز الكلب وجاء بسرعة، هرب الثعلب المكار وجرى بعيدا، فرحت الطيور ورقصت وغنت. يبقى كان في ديك لونه أحمر، يبقى لون الديك كان الأحمر. كان يلتقط الحب وحده؟ لا، كان حوله الدجاج والكتاكيت والبط والإوز. صاح الديك، صاح يعني رفع صوته وقال: هذا ذيل الثعلب. لمح ورأى ذيل الثعلب، كان واقف فين الثعلب؟ يقف خلف الدار، خلف يعني وراء الدار، وراء البيت. هيا صيحوا يا أصحاب، قال لأصحابه الدجاج والكتاكيت والبط والإوز، قال لهم صيحوا. لماذا يصيحوا؟ لكي يسمع الكلب صياح الطيور ويعلم أنهم في خطر. سمع الكلب فعلا صياح الطيور، وقفز الكلب وجاء بسرعة. قفز الكلب وجاء بسرعة. أول ما جاء الكلب هرب الثعلب خائفا، هرب الثعلب المكار وجرى بعيدا، فرحت الطيور ورقصت وغنت. نشرح الدرس. عنوان الدرس: الديك الذكي. الديك اسم، اسم ليه؟ لأن بها ألف ولام. الألف واللام علامة من علامات الأسماء. الديك علامة من علامات الأسماء. اللام اللي فيها شمسية، شمسية ليه؟ لأن حرف الدال اللي بعد اللام مشدد، وثانيا من حروف اللام الشمسية، حروف اللام القمرية، ابغي حجك وخف عقيمه، مش فيها الدال ولا الذال. حرف الدال من حروف اللام الشمسية، فاللام لا تنطق. الديك، الديك، وفيها كمان مد بالياء، فيها مد بياء بالياء. يبقى كلمة الديك اسم. اللام اللي فيها شمسية فيها مد بالياء والممدود الدال، وفيها حرف مشدد اللي هو الدال، وكمان جمع الديك الديوك، جمع الديك الديوك. الذكي اسم ومعناها سريع الفهم. الذكي يعني سريع الفهم. مضاد الذكي الغبي، مضاد الذكي الغبي. اللام ايضا شمسية، لان حرف الذال من الحروف، من حروف اللام الشمسية، والحرف مشدد اللي بعد اللام مشدد. الذكي، وكمان فيها مد بالياء. الذكي فيها مد بالياء، وفيها حرفان مشددين الياء والذال، حرفان مشددين الياء والذال. وقلنا مضاد الذكي الغبي. الديك الأحمر، كلمة الأحمر اللام ممتاز قمرية. لماذا اللام قمرية؟ لأن بعد حرف اللام حرف الألف، وحرف الألف حروف اللام القمرية مجموعة في جملة ابغي حجك وخف عقيمة، ابغي حجك وخف عقيمة، فيها حرف الألف. إذن اللام قمرية، أي لام يقع بعدها ألف فتكون اللام قمرية. الأحمر اسم عشان فيها ألف ولام، ما ننساش ألف ولام علامة من علامات الأسماء. كان، كان فعل ماضي. يلتقط، كان يلتقط، يلتقط فعل مضارع، يلتقط فعل مضارع. ويلتقط يعني يأخذ، يلتقط يعني يأخذ. طب مضاد يأخذ ممتاز، يترك، مضاد يأخذ يترك، يعني يسيب يترك. الحبة، كلمة الحبة يعني الحبوب اللي كالقمح مثلا. الحبة اسم، لماذا؟ لأن بها ألف ولام، والألف واللام علامة من علامات الأسماء، ما ننساش الكلام ده. عايزين نعرف لام شمسية ولا قمرية؟ هبص للحرف اللي بعد اللام، حرف الحاء، هشوف جملة ابغي حجك وخف عقيمه، فيها ابغي حاء، حاء، فيها حرف الحاء، يبقى اللام قمرية، وفيها حرف مشدد اللي هو الباء، مشدد بالفتح. الحبة والجمع الحبوب. وحوله الدجاج، وحوله الدجاج، الدجاج أيضا اسم، لأنه اسم حيوان، اسم، لأن به ألف ولام، اللام هنا لام شمسية، زي ما قلنا إن حرف الدال
يأتي بعد اللام فتكون اللام شمسية، حرف الدال من حروف اللامية الشمسية. الدجاج مفردها الدجاجة، كلمة الدجاج بها مد بالألف، ممتاز. الدجاج والممدود حرف الجيم. والكتاكيت، الواو حرف عطف، الواو حرف عطف، حروف العطف ثلاثة، الواو والفاء وثم، الواو والفاء وثم. الكتاكيت، أولا اسم، ليه؟ عشان فيها ألف ولام، الألف ولام قلنا علامة من علامات الأسماء، مننساش. والحرف اللي بعد اللام كاف، طب الحرف اللي بعد اللام كاف يا ترى من حروف ابغي حجك؟ في، أيوة فعلا ابغي حجك، يبقى اللام هنا ممتاز، قمرية، قمرية لازم تنطق وتكتب. الكتاكيت فيها مد، فيها مد، فيها مد بالألف، الكتا والممدود هنا التاء. طب فيها مد تاني؟ أيوة، الكتاكيتو، فيها مد بالياء والممدود هنا الكاف. والكتاكيت جمع مفردها الكتكوت، مفردها الكتكوت. طب ايه الكتكوت ده؟ اللي هو صغير الدجاجة او ولد الدجاجة. والبطو، الواو قلنا حرف عطف، البطو، اللام قمرية، كلمة البط اسم، مفردها مفرد البط، البطة. وفيها حرف مشدد اللي هو الطاء، مشدد بالضم. والحرف المشدد زي ما احنا عارفين بكم حرف؟ بحرفين، الاول ساكن والثاني متحرك، ما ننساش الكلام ده. الحرف المشدد بحرفين، الاول ساكن والثاني متحرك. والبط والإوز، والإوز كذلك، الإوز مفردها الإوزة بالتاء المربوطة. وكلمة الإوز اللام اللي فيها ممتاز، قمرية، لأن بعدها حرف الألف وبها حرف مشدد بالضم، والحرف المشدد بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. صاح، صاح يعني صرخ، صاح الديك أي صرخ الديك، صرخ بصوت عالي. هذا ذيل الثعلب، تعجب من ذيل الثعلب لأنه رأى ذيل الثعلب فتعجب. هذا ذيل الثعلب، هذا اسم إشارة يشار به للمفرد المذكر، يشار به لمين؟ للمفرد المذكر. وخلي بالك كلمة هذا اسم إشارة بها حرف ينطق ولا يكتب، اسم الإشارة هذا بها حرف ينطق ولا يكتب. هذا حرف الألف بعد الهاء ينطق ولكن ما ينفعش أكتبه. هذا ذيل الثعلب، ذيل جمعها ذيول، جمع ذيل ذيول. الثعلب، الثعلب اسم، اللام شمسية، جمع الثعلب الثعالب، ودي علامة التعجب. الثعلب المكار يقف خلف الدار، المكار معناها المخادع، معنى المكار المخادع. المكار، اللام شمسية ولا قمرية؟ هبص للحرف اللي بعد اللام ميم، طيب هرجع للجملة بتاعتي، ابغي حجك وخاف عقيمة، ابغي حجك وخاف عقيمة، فيها ميم، يبقى هنا اللام قمرية عشان الحرف الميم ده من حروف اللام القمرية. المكار، حرف الكاف مشدد بالفتح، الحرف المشدد بحرفين، الأول ساكن ممتاز والتاني متحرك. المكار فيها مد بالألف والممدود هنا الكاف. يقف، يقف يا ترى اسم ولا فعل؟ أنا مش عارف. طب أنا لو مش عارف اسم ولا فعل هضيف لها ألف ولام، اليقف تنفع؟ اليقف، وفي حاجة اسمها اليقف؟ ما تنفعش، إذا هي فعل، يبقى الكلمة اللي أنا شاكك فيها هضيف لها ألف ولام عشان أتأكد إن ده اسم ولا فعل. اليقف ما تنفعش، يبقى إذا هي فعل، يقف فعل مضارع. خلف، خلف الدار، خلف، خلف، خلف دي إيه؟ ظرف مكان. خلف مضادها أمام، أي عكس، عكسها أمام يعني، مضاد يعني عكس، يبقى عكس خلف أمام. الدار اللي هو البيت، الدار اللي هو ايه؟ البيت. وكلمة الدار اللام اللي فيها ايضا شمسية لان بعدها حرف مشدد، وحرف الدال ده من حروف اللام الشمسية، الدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والنون واللام، وهكذا 14 حرف من حروف اللام الشمسية. هيا صيحوا يا اصحاب، هيا معناها تعالوا، هيا معناها ايه؟ ممتاز، تعالوا. وكلمة هيا بها حرف مشدد اللي هو الياء، هيا.
الحرف المشدد بكم حرف؟ بحرفيا الاول ساكن والثاني متحرك. هيا صيحوا يا اصحاب، صيحوا يعني ارفعوا اصواتك، صيحوا يعني ارفعوا اصواتكم. يا اصحاب، يا اداة نداء، يا اداة نداء، ويا اصحاب اسلوب نداء. يا اصحاب، اصحاب مفردها صاحب، ممتاز، يبقى مفرد اصحاب صاحب، مفرد اصحاب صاحب. كلمة اصحاب مضادها اعداء، مضاد اصحاب اعداء. كلمة اصحاب فيها مد بالالف، اصحاب، يبقى هنا الممدود ايه؟ ممتاز، الحاء. سمع الكلب صياح الطيور، دي جملة فعلية. يعني ايه جملة فعلية؟ انا عندي الجملة نوعين، جملة اسمية وجملة فعلية. سمع الكلب صياح الطيور، دي جملة فعلية. طب عرفتها ازاي جملة فعلية؟ عشان بدأت بالفعل اللي هو سمع. سمع فعل، اضيف له الف ولام، اضيف له ايه؟ الف ولام. ينفع السمع؟ ما ينفعش. يبقى اذا ده فعل، اول الجملة فعل، يبقى الجملة كلها فعلية. سمع الكلب صياح الطيور، سمع الكلب، دي جملة ايه؟ فعلية، ممتاز. طيب كلمة سمع قلنا ده فعل، فعل ماضي. الكلب جمع الكلب الكلاب. طب الكلب ده اسم ولا فعل؟ اسم، عشان ده اسم حيوان، وبعدين فيها الف ولام، الالف ولام علامة من علامات الاسماء. الكلب صياح الطيور، سمع الكلب، الكلب سمع ايه؟ صياح الطيور، كلب سمع صياح الطيور. كلمة الطيور مفردها الطائر، مفردها ايه؟ الطائر. طب فيها مد بيها؟ ممتاز، فيها مد بالواو، محدش يقول لي فيها مد بالياء عشان قبل حرف الياء حرف مضموم، ما ينفعش، لازم الياء يكون قبلها كسر. هنا الياء مضمومة، الطيو يو يو، حرف المد ما لهوش حركة، حرف المد ساكن ولا يوضع عليه السكون. الطيور اللام شمسية، الطيور اللامية، ممتاز، اللام شمسية. قفز الكلب وجاء بسرعة، قفز الكلب، حد يقدر يقول لي الجملة دي اسمية ولا فعلية؟ أول حاجة هبص ليها لأول الجملة، يا ترى اسم ولا فعل قفز؟ طب مش عارف، هضيف لها ألف ولام. القفزة تنفع؟ القفزة ما تنفعش، يبقى ده فعل. طب إذا كان أول الجملة فعل، يبقى الجملة كلها، أحسنت، فعلية. قفز الكلب وجاء بسرعة، دي جملة فعلية. قفز يعني نط، قفز يعني نط. جاء يعني حضر، بسرعة مضادها ببطء، مضاد بسرعة ببطء. وخلي بالي حرف الباء الصغير ده اللي قبل كلمة بسرعة، ده حرف جر، حرف ايه؟ جر، بسرعة، وحرف الجر ده لا يدخل إلا على أسماء، يبقى كلمة سرعة اسم، وفيها علامة من علامة الأسماء التنوين، وأيضا التاء المربوطة، يبقى علامة الأسماء الألف واللام والتنوين والتاء المربوطة ودخول ياء النداء وحرف الجر، حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، أداة النداء ياء لا تدخل إلا على الأسماء، التاء المربوطة تلتحق إلا بالأسماء، الألف واللام لا يدخل إلا على الأسماء كذلك. طيب الجملة دي، هرب الثعلب المكار وجرى بعيدا، هرب، ممتاز، اسم ولا فعل؟ احسنت، فعل. ما ينفعش اقول الهربة، ينفع اقول الهربة؟ ما ينفعش، يبقى ده فعل. طب اذا كان اول الجملة فعل، يبقى الجملة كلها، احسنت، فعلية. الثعلب، مين اللي هرب؟ الثعلب، الثعلب المكار وجرى، جرى اي بعيدا، مضادها قريبا، مضاد بعيدا قريبا. وكلمة بعيدا فيها تنوين بالفتح، كلمة بعيدا فيها تنوين بالفتح، والتنوين لا يوضع على الألف ولكن يوضع على آخر حرف في الكلمة اللي هو الدال. بعيدا، بعيدا فيها مد بالياء، بعيدا. فرحت الطيور ورقصت وغنت، فعلية، ممتاز، أول الجملة فعلية، بل الجملة كلها فعلية. فرحت مضادها حزنت، مضاد فرحت حزنت. الطيور ورقصت وغنت، فقرة سؤال وجواب على الدرس. ماذا كان يفعل الديك الأحمر؟ ماذا كان يفعل؟ كان الديك الأحمر يلتقط الحب، يبقى الديك كان يعمل ايه؟ كان يلتقط الحب. ما لون الديك؟ كان لونه أزرق ولا أخضر ولا أصفر؟ ممتاز، كان لونه أحمر. ماذا كان حول الديك؟ كان حوله الدجاج والكتاكيت والبط والإوز، ممتاز. أين كان الدجاج والكتاكيت والبط والإوز؟ حول الديك. ماذا فعل الديك الأحمر؟ الديك الأحمر عملية، صاح الديك، صاح الديك، صاح الديك الأحمر. لماذا صاح الديك الأحمر؟ لماذا صاح؟ لأنه رأى ذيل الثعلب، لأنه رأى شف ذيل الثعلب. ماذا قال الديك الأحمر؟ قال لأصحابه، هيا صيحوا يا أصحاب،
هيا صيحوا يا أصحاب. ماذا رأى الديك الأحمر؟ رأى ذيل الثعلب. رأى إيه؟ ذيل الثعلب. ماذا طلب الديك من الطيور؟ الديك طلب إيه من الطيور؟ قال لهم هيا صيحوا يا أصحاب، يبقى طلب منهم أن تصيح الطيور. لماذا طلب الديك من الطيور أن تصيح؟ لتنبه الكلب، أنهم يريدوا أن يسمع الكلب صياح الطيور. أين يقف الثعلب المكار؟ الثعلب المكار يقف فين؟ خلف الدار. يبقى الثعلب واقف فين؟ خلف الدار. ماذا سمع الكلب؟ الكلب سمع إيه؟ سمع الكلب صياح الطيور. يبقى الكلب سمع إيه؟ صياح الطيور. ماذا فعل الكلب؟ قفز الكلب وجاء بسرعة. كيف جاء الكلب؟ جاء بسرعة. ماذا فعل الثعلب؟ هرب الثعلب المكار وجرى بعيدا. لماذا هرب الثعلب؟ خوفا من الكلب، لأنه يخاف من الكلب. ماذا فعلت الطيور؟ فرحت الطيور ورقصت وغنت. لماذا فرحت الطيور؟ لأن الثعلب هرب وجرى بعيدا. ولماذا كان الديك ذكيا؟ لأنه أنقذ الطيور. نحل تدريبات الكتاب مع بعض. قبل ما نحل التدريبات إن شاء الله، اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد إن شاء الله. أنشطة وتدريبات. أولا المفردات، أكمل شبكة المفردات التالية. طبعا شبكة المفردات استراتيجية من استراتيجيات القرائية، معناها ان انا اجيب الحاجات اللي متعلقة بالكلمة اللي معايا. الكلمة اللي معايا كلمة الطيور، طب ايه المتعلق بيها؟ احسنت، الديك، ممتاز، البط، الدجاج، الاوز، يبقى كل ده متعلق بكلمة الديك. اتنين، ثانيا الفهم، اقرأ الدرس ثم اجب عما يلي، تخير العنوان المناسب للموضوع. هو قرأنا الدرس، طب العنوان المناسب الديك الاحمر ولا الديك الذكي ولا الديك والثعلب؟ العنوان المناسب اللي هو الديك الذكي، نضع عليه دائرة. مفرد أصحاب، يا ترى صاحب ولا صحبة ولا صباح؟ ممتاز، صاحب. مفرد أصحاب صاحب. أين يقف الثعلب المكار؟ أحسنت، يقف الثعلب المكار خلف الدار. ثانيا القواعد والتراكيب، اقرأ وتعلم من ضمائر الغائب. الضمير هو لمين؟ للمفرد المذكر. هو المين؟ للمفرد المذكر. مثل هو مهندس، هو تلميذ، هو طالب، وهكذا. الضمير هي لمين؟ للمفرد المؤنثة. هي معلمة، هي مهندسة، هي مهندسة. الضمير هما، هما للمثنى بنوعيه. يعني ايه بنوعيه؟ يعني ينفع للمثنى المذكر والمثنى المؤنث، المثنى المذكر والمثنى المؤنث. الضمير هم لجمع المذكر فقط، لجمع المذكر. هم تلاميذ، هم مهندسون، هم أولاد، وهكذا. أكمل بالضمير المناسب. مثال هو تلميذ، هي تلميذة. ينفع أقول هي مهندس؟ ما ينفعش، لكن اللي ينفع هو مهندس. ممتاز، مهندسة. ينفع أقول هو مهندسة؟ لا، هي مهندسة. رابعا التعبير، عبر عن كل صورة بجملة. ألف، أنا شايف تلاميذ، والتلاميذ دول لما يعملوا إيه؟ أحسنت، يحيون العلم. نكتب التلاميذ يحيون العلم. تاني جملة معايا، ماذا يفعل هؤلاء الأطفال؟ أحسنت، يلعبون. يلعب التلاميذ في المدرسة. والصورة دي، ماذا تفعل المعلمة؟ أحسنت، تشرح الدرس. المعلمة تشرح الدرس. خمسة الخط، لاحظ كتابة حرف ذال. حرف الذال اللي هو ده أصدقائي، حرف الذال يأتي في أول الكلمة مثل كلمة ذيل، وفي وسط الكلمة مثل كلمة هذا، وفي آخر الكلمة مثل كلمة لذيذ. حرف الذال من الحروف الرافسة. يعني الحروف الرافسة التي لا تتصل بما بعدها، يعني طول عمر مش هيمد ايده للي بعديه، مش هيمسك اللي بعديه ابدا، زي حرف الهاء ماسك اللي بعديه. لا، الذال ده ما يمسكش اللي بعديه خالص. يبقى ده اسمه الحروف الرافصة. وده شكله في الكتابة، في اول الكلمة زي في وسط الكلمة زي في اخر الكلمة، هو شكله واحد لا يتغير ولا ينزل على السطر، لازم يكتب على السطر لا ينزل على السطر. زي كلمة ذوى، مئذنة، عذب. هذا ذيل الذئب خلف الباب. خامسا انشطة اثرائية، اقرأ الدرس ثم اكمل الحوار.
الديك. ماذا قال الديك؟ هذا ذيل. ممتاز، هذا ذيل الثعلب. طيب الثعلب يقف فين؟ يقف خلف الدار. الطيور ماذا قالت؟ هيا نصيح. الكلب هذا صياح. صياح مين؟ الطيور. ممتاز. جاء الكلب بسرعة. جاء الكلب بإيه؟ بسرعة. هرب الثعلب المكار. هرب الثعلب إيه؟ المكار. رتب الجمل لتكون حكاية. وهذا السؤال دائما يأتي في التعبير. السؤال الأول، رتب جمل لتكون حكاية، أو رتب كلمات لتكون جمل. فالسؤال ده دائما يأتي في التعبير. طيب أول جملة معايا، نقرأ الجملة كويس عشان نعرف ترتيبها. رقم ألف، صاحت الطيور بصوت مرتفع. صاحت الطيور بصوت مرتفع. احنا عارفين أحداث الدرس، يا ترى دي اللي حصلت في الأول ولا جرى الثعلب وهرب هو اللي حصل في الأول؟ طيب نشوف تاني. قال الديك هذا ذيل الثعلب. رقم دال، سمع الكلب وجاء بسرعة. ممتاز، يبقى أول واحدة اللي هي رقم جيم نكتب أمامها واحد ونكتبها. قال الديك هذا ذيل الثعلب، ونكتب الجملة، أول جملة، قال الديك هذا ذيل الثعلب. طب بعد ما قال الديك هذا ذيل الثعلب ماذا حدث؟ صاحت الطيور بصوت مرتفع، أم جرى الثعلب وهرب، أم سمع الكلب وجاء بسرعة؟ ممتاز، صاحت الطيور. رقم اثنين، صاحت الطيور بصوت مرتفع. طب رقم ثلاثة، جرى الثعلب وهرب ولا سمع الكلب الأول؟ أحسنت، سمع الكلب وجاء بسرعة، رقم ثلاثة، ونكتبها أيضا. رقم أربعة، آخر واحدة اللي هي رقم باء، جرى الثعلب وهرب، نكتب أمامها رقم أربعة ونكتب الجملة، جرى الثعلب وهرب. يبقى ترتيب القصة، قال الديك هذا ذيل الثعلب، صاحت الطيور بصوت مرتفع، سمع الكلب وجاء بسرعة. انطق الكلمات التي تدل على الفرح. كلمة تناقصت تدل على الفرح. كلمة غنت تدل على الفرح. كلمة ضحكة تدل أيضا على الفرح. إما الكلمات التي تدل على الفرح، رقصت، غنت، ضحكت. استمع وردد وتعلم. قال الله تعالى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أقولها تاني، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سورة طه الآية 25 و26. إن شاء الله نكمل تدريبات الجزء الثاني من الكتاب. الجزء الثاني من التدريبات، الديك الذكي. الاستماع، بعد أن استمعت إلى نص حكاية أرنب. النص يقول حكاية أرنوب، أرنوب كان كسولا يحب أن يأكل كثيرا. يبقى أرنوب كان إيه؟ كسولا، ويحب أن يأكل كثيرا، وينام كثيرا، ولا يمارس الرياضة، فيجلس يأكل الجزر حتى هجم عليه ثعلب وكاد يمسك به ويأكله، فجرى مسرعا واختبأ بصعوبة، ولكنه شعر بألم شديد في قدميه، ورأته أمه وقص عليها ما حدث، فأخبرته بأنه شعر بالألم لأنه لا يمارس الرياضة التي تقوي جسده. بعد أن استمعت إلى حكاية أرنب من معلمك أو من الكمبيوتر، أجب ماذا تعرف عن أرنوب؟ أرنوب كان كسولا، وكان يأكل كثيرا، وينام كثيرا، ولا يمارس الرياضة. ماذا تعلم أرنوب من الدرس؟ تعلم أرنوب أن الرياضة تقوي الجسد. اذكر الشخصيات والأحداث التي استمعت إليها. الشخصيات الأرنب والثعلب وأم الأرنب. أولا المفردات، كلمة صيحوا في جملة صيحوا يا أصحاب تعني جمال الصوت أم ارتفاع الصوت؟ ممتاز، صيحوا ارفعوا أصواتكم، يبقى تعني إيه؟ ارتفاع الصوت. كلمة قفز في جملة قفز الكلب تعني ماذا؟ تعني النطة أم السرعة؟ أحسنت، تعني السرعة، نضع علامة صح أمام السرعة. ثلاثة، كلمة هرب في جملة هرب الثعلب تعني الخوف أم الجري؟ أحسنت، تعني الخوف لأنه كان خائفا من الكلب. ثانيا الفهم والتحليل، أجب عن الأسئلة التالية. ألف، كيف عرف الديك أن الثعلب خلف الدار؟ لأنه رأى ذيل الثعلب. ممتاز،
رأى مين؟ رأى ذيل الثعلب، فلذلك عرف أن الثعلب خلف الدار. لماذا أمر الديك الطيور أن تصيح؟ أحسنت، لكي يسمع الكلب صياح الطيور. متى جاء الكلب بسرعة؟ عندما سمع صياح الطيور. ثالثا القواعد والتراكيب، ضع خطا تحت الكلمات التي بها حروف تنطق ولا تكتب. كلمة هذا ممتاز، نضع تحتها خط لأنها بها حرف ينطق ولا يكتب. كل أسماء الإشارة إلا هاتان هي الوحيدة التي بها حرف ينطق ويكتب، لكن هذا، هذه، هؤلاء، هذان بها حروف تنطق ولا تكتب. لكن نضع تحتها خط لأنها بها حرف ينطق ولا يكتب. لكن سماء لا نضع تحتها خط لأنه ليس بها حرف ينطق ولا يكتب. في ليس بها حرف ينطق ولا يكتب. إله ممتاز، بها حرف ينطق ولا يكتب. إله، لاحظ النطق ولكن لا نكتبه. هذه أيضا بها حرف ينطق ولا يكتب. حول من المفرد إلى الجمع. كلمة وردة دي مفرد، جمعها ورد. كلمة شجرة جمعها أشجار. ضع اسم إشارة مناسب. صديقي، أحسنت، اسم إشارة هذا وهذه. هذا صديقي معلمون، هؤلاء معلمون. أختي، هذه أختي. حلل الكلمات الآتية إلى أصوات. كلمة قافازة ثلاث مقاطع لأنها كلها حروف متحركة، كل حرف مقطع. قا لوحده، فا لوحده، زا لوحده، قافازة. طيب كلمة يلتقطو، يلتقطو. طبعا من قواعد التقطيع إن الساكن مع اللي قبله والمد مع الممدود. هنا اللام ساكنة، يل مقطع مع الياء، مقطع لوحده. يلتا التاء مفتوحة يبقى التاء لوحدها. يلتا قي طو القاف لوحدها والطاء لوحدها، يبقى الياء واللام مقطع، التاء مقطع، القاف مقطع، الطاء مقطع، أربع مقاطع. كلمة صياح، صيا الياء مفتوحة، الصاد لوحدها، صا صي الياء مع الألف، صيا الحاء لوحدها، حو ثلاث مقاطع. رابعا التعبير، انقل في كراستك. الديك الأحمر كان يلتقط الحبة وحوله الدجاج والكتاكيت والبط والإوز. الخط، اكتب بخط النسخ. يكتب التلميذ هذه الجملة ويكررها إلى نهاية الصفحة. خامسا أنشطة إثرائية، أكمل الآتي. الطيور تلتقط، تلتقط يا ممتاز، تلتقط الحب. باء الديك قال صيحوا يا ممتاز، صيحوا يا أصحاب. رتب الجمل الآتية، فرحت الطيور ورقصت، هرب الثعلب بعيدا، جاء الكلب بسرعة، صاحت الطيور. أول جملة ممتاز، صاحت الطيور. رقم واحد اللي هي هنا دال، نكتب أمامها رقم واحد، صاحت الطيور. بعد ما صاحت الطيور، أحسنت، جاء الكلب بسرعة، نكتب هنا رقم اثنين، جاء الكلب بسرعة. بعد ما جاء الكلب، فرحت الطيور أم هرب الثعلب؟ ممتاز، هرب الثعلب بعيدا، نكتب هنا رقم ثلاثة، هرب الثعلب بعيدا. فرحت الطيور ورقصت، نكتب هنا رقم أربعة، فرحت الطيور ورقصت وغنت. 13 اختر الشخصية التي لم ترد في النص. الثعلب جه في النص، ممتاز، أيوة جه. الديك ممتاز، جاء في النص. الكلب جاء بسرعة في النص. أما الرجل لم يأتي في النص، بنضع دائرة حول الرجل لأنه لم يرد بالنص. استعن بمعلم العلوم ثم أكمل. من طيور المزرعة، الدجاج، البط، الإوز، كل هذه من طيور المزرعة. من حيوانات المزرعة، البقر، البقر والعجول وهكذا. سادسا تكليفات منزلية، اجمع صور عن الطيور المنزلية واكتب تحت كل صورة اسمها. كل الطيور المنزلية تجمعها وتكتب تحت كل صورة اسمها. 16 ضع نهاية أخرى لحكاية
الديك الذكي. طبعا النهاية: جاء الكلب بسرعة، هرب الثعلب، وفرحت الطيور ورقصت وغنت. هو اما يقول لي ضع نهاية اخرى ومستعين بالعبارة دي، ايه العبارة؟ لم يسمع الكلب صياح الطيور، فاذا هجم الثعلب على الطيور فنال منهم، اي اكل منهم. 17. يمثل الاطفال هذه الحكاية وينطقون جملا تتفق مع ادوارهم. 18. ادمج الاصوات وكون كلمات. كلمة الحرف الاول حرف تاء، الحرف الثاني العين مع حرف المد عي، يبقى تاء عي والشين مضمومة شو. ادمج تاء عي شو تعيشو تعيشو. حرف ذال على فتحة ذا، هاء على فتحة هاء، باء على فتحة باء، ذا هاء باء. ادمج وقرأ بسرعة: ذهب ذهب. اخر كلمة معايا الالف مع الراء، الالف مفتوحة آ والراء ساكنة ار ار، النون مفتوحة نا ار نا ار نا، الباء مضمومة بو ارنبو ارنبو. ادمج واقرأ بسرعة: ارنبو. بكده ان شاء الله نكون خلصنا. ان عجبك الدرس اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان غيرك يستفاد، والسلام عليكم ورحمة الله.